في الوقت اللي انت بتشوف الفيديو فيه دو بدأت افضل ايام الدنيا وخير ايام الدنيا على الاطلاق، اكتر ايام الله سبحانه وتعالى يحب العمل فيها. مجرد حبك للايام اللي ربنا بيحبها دي، والله ده في حد ذاته عبادة وهتؤجر عليه ان شاء الله. طيب سريعا علشان الفيديو ما يطولش مننا ونطلع باستفادة، اكبر استفادة ممكنة، انت من دلوقتي لحد رابع يوم العيد تركز معايا قوي وتشوف هتعمل ايه بالظبط. علشان بص انت ما ينفعش تخرج زي ما بيقولوا كده فاضي اليدين من الايام دي. اسهل عمل وافضل عمل واكتر عمل باذن الله سبحانه وتعالى هيفيدك في الايام دي هو التكبير. هتحرك لسانك بس، هتحرك لسانك بس ومش هتتعب في اي حاجه. التكبير ركز معايا كويس قوي، والتكبير هنا عندنا نوعين، التكبير المقيد والتكبير المطلق. خلينا نبدا بالتكبير المطلق. التكبير المطلق دوت اللي هو ملوش اي وقت ولا ليه اي صيغه، من ساعه ما انت بتسمعني دلوقتي على طول كبر كبر دلوقتي لحد رابع يوم العيد، قبل مغرب رابع يوم العيد افضل كبر باي صيغه باللي انت عايزه. الله اكبر، الله اكبر كبيره، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر لا اله الا الله، اي صيغه ممكنه، مش مقيد بصيغه معينه ومش مقيد بوقت معين. فمن دلوقتي لحد رابع يوم العيد كبر يا معلم زي ما انت عايز. التكبير الثاني هو التكبير المقيد، وده تكبير مقيد بوقت معين وبصيغه معينه. الوقت المعين هو من اول فجر يوم عرفه لحد قبل مغرب رابع يوم العيد، ده وقته. صيغته ازاي؟ الصيغه بتاعته زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. كبر، اوعى توقف لسانك لو مش هتصوم، لو مش هتقوم الليل، اوعى اوعى تغفل عن التكبير. بس لسانك، واللسان ما بيتعبش، اتكلم واذكر ربنا سبحانه وتعالى على قدر الامكان وعلى قد ما تقدر. خلي اكبر قدر من الناس يشوف الفيديو ده يا سيدي، ما تشيرش الفيديو، اكتب بوست عندك وقول للناس كبروا وعرفهم معنى التكبير المقيد والتكبير المطلق. خلي الدنيا كلها تسمع تكبير ربنا، خلي الكون كله يصدح بالله اكبر في افضل ايام الدنيا واحب الايام الى الله سبحانه وتعالى. يلا سريعا، ربنا يا رب، والله مش بعيد على ربنا سبحانه وتعالى، ظني فيه كبير سبحانه وتعالى. ان شاء الله السنه اللي جايه كلنا كلنا نبقى كده على جبل عرفه باذن الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. السلام عليكم.